<applause> <applause> الاعتصام انطلق منذ يوم 4 ابريل 2013 اليوم فوق الشهر عندها اساس المطالب نتاعها معروف في كل جهات تونس هو تمكين الشباب من موطن رزق موت الرزق ونصر على كلمه موت الرزق لان العباد تفهم ان الحاله الاقتصاديه والحاله على المستوى الوطني للبلاد ما تنجمش تو معناها تتحمل الحوايج هذه كلها صحيه لكن الشباب هذا يطالب موت الرزق مش معناها ينقذ من الحاله فيه نجم حتى تدور على القهاوي هنا تشوف العباد اكثرها في القهوة وشاده حتى ما عندهاش الشيء الادنى معناها باش تنجم تعيش به البوابة الشمالية هذه ولد بسمير عندها برشا امتيازات ويكون خصيات معناتها متنوعة وتنجم تكون نادرة معناتها في برشا بلايص اللي هي عندها خصية معناتها الأراضي الفلاحية خصبة واللي عندها غابات زيتون واللي زاد وأكثر من ذلك معناتها الشريط الساحلي معناتها معناتها فيه معناتها متنوع وفيه معناتها آثار وسياحة معناتها خصيات نجم تنجم معناتها هي وحدها تعيط تعيط تقول لك هي تم تنمية معناتها هي واحدة تنجم تقول لك نجم نعملوا معناتها حلول تنموية عاجلة للمنطقة هذه الخصوصية تاع المنطقة هذه أنه معناتها كيما معناتها النجمة استغلوها كيما نجموا معناتها ان معناتها ان ان معناتها معاش بها تولي معناتها بضرر ضرت تعود على على المواطن الفلاح كي ما يلقاش دعمه والفلاح ما يلقاش معناتها الدعم الفلاحي والسند ينجم معناتها يولي يهم القطاع الفلاحي كما معناتها البحر كي ما يلقاش معناتها دعم من السلطات كل شيء ينجم يتهمل ويخدم كيس ويتضر معناتها يتضر معناتها الثروه الفلاحيه تقعد تضر البيبي بالبيب معروفه هذه خاصه معناتها في صفاقس الشماليه أن نطلب من متتلمي معناها باش يدعمونا شويه الموليات الفرشه بستين الف معناها فلاح ياخذ في بستين الف 60000 تقطعت له في ريح يا مسكين كيلو فلفل ب 400 شكرت الموليات ب الف نطالبوا من التلميه باش يعملونا على الاقل معامل ما يعني معمل طماطم فلفل هريسه باش يخدم 300 خدام يخدموا المعمل العام راه عندها جيش تمام جبني انا علاش بسمير ما يعملوا معمل أعتصمت في بيلي على اقل ما يمكن من من ما نتهبش الواحد مقاومة العيشه الكريمه انت باش الانسان على الاقل ينجم يعيش كي العبيد معناها ابسط حاجه تصليح التجهيز البير البير وعلى الاقل ما نتدعم حتى بما قيمته على ما نعرفش يعني زوز 3 ملايين خطر عليه حتى البيت مكيفه معناتها تو تقريبا ب 5 ملايين وبستة 6 ملايين معناتها باش ينجم الانسان ما يخلطش عليها جمله تفصيل مثلا الانسان في حاله ماديه معناتها ضعيفه وما عنديش منين معناتها حتى معناتها حاجه اخرى باش نجم يعيش منها حاله البيرة على الاقل معناتها ديني مو مانيش عارف اني يسوي ممكن مليون ولا حاجه كيما هكا كي والوطاع على الاقل ثلاثة ملايين ولا حاجة كيما كي هكا متاع البيت مكيفة والتجهيزات متاع البيت مكيفة مشيت حتى قبل المعتمد وعطينا مطالب وديما الرفض هو أول حاجة عبيد راهني في حاله معنا حالتهم الاجتماعيه معناتها تستدعي ان تدخل فعلي للسلطه باش تحل مشاكل على الاقل الوقتيه باش ينجمك الاحتقان ينقص حنش حاجه لك قلت لك مشاريع صغرى تنجم العباد تسترزق بها وتنجم تقاوم بها الغلاء المعيشة وتقاوم بها تنجم حتى يمشي يتصرف يصب مطلب يصب كونكور بالنسبه لاخواننا للم... اللي اعتصموا طالبوا بتشغيل وهذا يحقهم المشروع احنا ما خارجين على الاطار العام استدعينا دو ري ريزونتون منهم جاوني للولايه صاحبه المطعم الدول و... و... وطلبنا منهم انهم عندنا الشغل في حاليا جاهز في في, ال... في في, في 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 في, في... 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 في حراسة المؤسسات حاليا خذينا 20 20 20 فرد منا على بتنسيق مع عمدة المكان قلنا يوفر لنا 20 شخص وياخذ شهرية معتبرة ويزيد معناها فما التغطية الاجتماعية بالنسبة لبقية المستويات الأخرى أنه نقبلوا نقبلوا المطالب في المطالب المشاريع الصغرى لميكرو بروجي معناها تربية دواجن نحل أرانب ومشاكل مشاكل فلاحية صغرى